تعال نتكلم على الجزء الثاني من الحصة النهاردة، تعال نتكلم على الجزء الثاني من الحصة النهاردة. بعد ما خلصت الكونستانت فيتشرز، في عندي حاجات بيسموها فاريبل فيتشرز. بعد ما خلصت الكونستانت فيتشرز، في عندي فاريبل فيتشرز. في عندي فاريبل فيتشرز. الفاريبل فيتشرز اللي معاه المذكرة الصفحة رقم واحد. اللي معاه المذكرة الصفحة رقم واحد. اللي معاه المذكرة الصفحة رقم واحد. بص كنت بقولها قبل كده بسكيما الصفحة رقم واحد، هتلاقي السكيما دي موجودة فيها عشان ما تقعدش تكتب. الصفحة رقم واحد، أنا كنت بقولها قبل كده بسكيما. طلع الناس كان من يمكن سنتين حد قال لي كانوا بيشرحوا في السكاشن بطريقة معينة، فممكن نقولها من السكاشن، يعني الكلام ده كان بيتقال في السكاشن. لما اتشرحت في السكاشن كان أنا بصراحة مش فاكر ومعرفش مين اللي قالها بصراحة والله، بس هو أنا كنت بقولها بسكيما معينة. طلعت عن سيادتك في ناس بتقول لي اللي هو طب ما ممكن نقولها زي السكاشن يا دكتور. خلاص يا عم نقولها زي السكاشن يا دكتور. الفكره كلها دي بيسموها فاريبل. يعني فاريبل يعني ممكن حاجات تلاقيها في الكشكول، ممكن حاجات ما نلاقيهاش، ممكن حاجات نلاقيها وممكن حاجات ما نلاقيهاش، ممكن حاجات نلاقيها وممكن حاجات ما نلاقيهاش. اللي معاه مذكره الصفحه رقم واحد انا كاتب لك كلمه شهد. هما كانوا بيقولوا في المحاضرات كلمه شهد، وكلمه شهد هتفكرك بالاكل. ما انا باكل شهد، باكل شهد. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك هتفكرك بالجي اي تي، هتفكرك بالجي اي تي. كلمه شهد وانت بتاكل الشهد هيفكرك بالجي اي تي. ايه الشهد ده؟ حرف الاس سكين، حرف الاس سكين تشينجز، جلده احمر. هقول لك ليه بعد شويه. حرف الاتش هير تشينجز، شعره احمر، جلده احمر. حرف الاتش شعره احمر. حرف الاي انيميا. حرف الاتش هيباتيك، هيباتيك هيباتوميا. حرف الدي ديفيشنسي في الانزيمات، ديفيشنسي في الانزيم في الفيتامينات. ديفيشنسي في الانزيمات والفيتامينات، ديفيشنسي اوف الفيتامينز. والجاي تي هما كانوا بيقولوا كده كلمة شهد، وكلمة شهد هتفكرك بمين؟ بالجاي تي. كلمة شهد، كلمة شهد وانت بتاكل الشهد تفكرك بالجاي تي. سكين جلده احمر، الهير شعره احمر، الكواشنكور كان بيسموه الطفل الاخضر، الطفل الاحمر. انيميا هيباتيك، فيتامين ديفيشنسي سكين، هير تشينجز، انيميا هيباتيك، ديفيشنسي في الفيتامينات، ثم جي اي تي it changes. ثم جي اي تي it changes. واحدة واحدة كده ونبتدي نتكلم. ايه اللي انت عايزه مني؟ تعال نتكلم اللي معاه المذكرة على اخر ثلاث حاجات في الكلينيكال بيكشر، اللي هي الصفحة رقم أربعة والصفحة رقم ثلاثة. اللي احنا هنخلصه هنعمل عليه صح، ماشي؟ اللي احنا هنخلصه هنعمل عليه صح. أولا بيقول لك جميع الفيتامينات بروتينات، جميع الفيتامينات بروتينات. أدي فيتامين ديفيشنسي. جميع البروتينات فيتامينات، اذا كان ما بياكلش بروتينات عنده نقص الفيتامينات، فيتامين ديفيشنسي. ماشي يعني. طيب ايه انواع الانيميا؟ ده سؤال اتسال في الشفق في الاوسكي. الدكتور قال له ايه انواع الانيميا؟ بص يا ابن الحلال، انواع الانيميا ثلاثه، يا مايكروسيتيك، ودي طبعا اشهر واحده الايرن ديفيشنسي انيميا فيها، يا نورموسيتيك، واشهر واحده بسبب نقص البروتين بيسموها بروتين ديفيشنسي، يا ماكروسيتيك، دي بتاعت الميجالوبلاستيك انيميا بتاعت نقص الفوليك اسيد والفيتامين بي 12. تاني الدكتور سال الاطفال دي ممكن تدخل في انيميات ايه؟ ثلاثه، يا مايكروسيتيك ايرن ديفيشنسي انيميا، يا نورموسيتيك بروتين ديفيشنسي، يا ماكروسيتيك ميجالوبلاستيك انيميا اللي بتاعت فيتامين بي 12 والفوليك اسيد ديفيشنسي. دكتور سأل الناس في الأوسكي إيه الأنيميات الموجودة؟ بص يا دكتور، يجيله أيرون ديفيشنسي مايكروسيتيك، يجيله بروتين ديفيشنسي ماكروسيتيك، يجيله فيتامين بي 12 وفوليك أسيد ديفيشنسي اسمها ماكروسيتيك. اسمها إيه؟ اسمها ماكروسيتيك. مين الموست كومن فيهم هنا؟ نورموسيتيك. مين الموست كومن فيهم هنا؟ نورموسيتيك. ليه أشهر واحدة هنا تصف العام؟ بسبب بروتين ديفيشنسي. اكتب دي أشهر واحدة بسبب البروتين ديفيشنسي. يعني اسالك سؤال، تعرف مين اشهر مايكروسيتيك؟ الايرون ديفيشنسي. تعرف مين اشهر نورموسيتيك؟ بروتين ديفيشنسي. تعرف مين اشهر مين ماكروسيتيك؟ ميجالوبلاستيك انيميا، فيتامين بي 12 وفوليك اسيد.
دكتور بعد ما ساله ايه انواع الانيميات، بص يا دكتور يا مايكروسيتيك يا نورموسيتيك يا ماكروسيتيك، قال له مين الموست كومن يحصل في الثلاثه؟ اتصل فيهم نورموسيتيك انيميا. قال له ليه؟ قال له يا دكتور بسبب بروتين ديفيشنسي والعيال دي اكلها البروتين بنسبه قليله، الاطفال دي اكلها البروتين بنسبه قليله. طب ما نيجي نخلص الجي اي تي بالمره، تعرف تقول لي ايه في الجي اي تي؟ الجي اي تي نوزيا فوميتنج ودايريا ابدومنا البين. الجي اي تي سيادتك نوزيا فوميتنج ودايريا ابدومنا البين. الجي اي تي عند سيادتك نوزيا فوميتنج ودايريا ابدومنا البين. الجي اي تي عند سيادتك نوزيا فوميتنج ودايريا وابدومنا البين. واضح من الكلام ان الفوميتنج والدايريا قد يكونوا سبب من فوق فوميتنج من تحت الدايريا في النص عندي جاسترو انترايتس. الاسباب النون بايت يا اما انفكشن يا بارازيتك انفستيشن يا فوميتنج من فوق يا دايريا من تحت يا اما سيادتك جاسترو انترايتس. ممكن تكون النوزيا والفوميتنج او الفوميتنج والدايريا، النوزيا والفوميتنج او الفوميتنج والدايريا ممكن يكونوا سبب ورا، ممكن يكونوا عرض في كلينيكال بيتشر. فقلت لي بس انا مش فاهم، مش فاهم ايه يا ابني انت بقى يا ابني؟ فاهم ايه يا ابني بقى ارحمنا بقى يا ابني احنا بقى مفترجه بقى يا ابني. الفكره كلها انت كنت بتقول ايه اسباب الكواش؟ اسباب الكواش يا دايت يا نون دايت صح؟ والنون دايت يا انفكشن يا بارازيتيك انفستيشن يا اجنورانس يا نيجليكانس اللي انت مبسوط بيها دي يا حبيبي. الانفكشن من فوق فوميتنج من تحت ضياريه، ادي السبب الكواش الكور. وبقول لك دلوقتي في الكلينيكال بيكشر ان الجي اي تي ممكن يكون عنده فوميتنج وضياريه، يعني ممكن يكون السبب ممكن يكون عرض. واحد يقول لك طب والجي اي تي سببها ايه؟ اللي معاه كتاب الاسم يكتب ثلاثه بحرف الان. اللي معاه كتاب الاسم يكتب ثلاثه بحرف الان، انا كاتبهم في المذكره. ايه الثلاث حاجات اللي ممكن يعمل جي اي تي مانيفستيشن؟ اولا الانفكشن. الان الثانيه الانزيم ديفيشنت. مفيش انزيمات، لا يوجد بروتينات. حرف الان انتستاينال ميكوزا اتروفي. العيال دي سيادتك ما بتاكلش، العيال دي العضو الذي لا يستخدم بيضمر، العيال دي مفيش فيتامينات عشان تخلي الايبيثيليوم والميكوزا بتاعت الانتستين تبقى سليمه. اذا كان الميكوزا متقطعه يحصل انتستاينال ميكوزا اتروفي، الاكل ما يتهضمش، يبقى فومتنج وضعيه. شكلك مش مبسوط. خلي بالك من حاجه عند سيادتك، لان هم ست حاجات وانا خلصت فيهم ثلاثه، يبقى انا تقريبا خلصت فيهم النص. تاني تعال نتكلم على كلمة شهر، والشهر اللي يفكرك بالجي اي تي. حرف الاس سكين تشينجز، حرف الاس سكين تشينجز جلده احمر، حرف الاتش هير تشينجز شعره احمر، بيسموه الطفل الاحمر. حرف الاي الانيميات، حرف الاتش هيباتيك هيباتوميجاني، حرف الدي ديفيشنسي اوف الفيتامينز. ثم الشهر هيفكرك بالاكل بالجي اي تي. تعرف تقول لي الثلاثه اللي في الاخر؟ اقولهم انا. دي رقم 4 و5 و6 في كلينيكال بيكشر. الفاريبل يعني كلمه فاريبل ممكن تكون موجوده وممكن تكون مش موجوده. يقول لي سيادتك جميع الفيتامينات داخل في تصنيعها البروتينات. اذا الفكره كلها ما فيش بروتينات ما فيش فيتامينات فبيسموها بروتين ديفيشنسي. ايه انواع الانيميات؟ يا مايكروسيتيك يا نورموسيتيك يا ماكروسيتيك. مين اشهر واحده؟ اكيد البروتين ديفيشنسي يا نورموسيتيك في الاطفال دي. اشهر واحده في الاطفال دي اللي ما بياكلوش بروتين يبقى نورموسيتيك. طب والجي اي تي؟ الجي اي تي نوزيا وفومتنج ودايريا ابدومنا البين. ايه السبب النوزيا والفومتنج؟ هيقرا بحرف الان، ممكن يكون عنده انفكشن عامل له الكلام ده. ممكن تكون عشان ما فيش بروتينات، لا يوجد انزيمات، الاكل ما بيتهضمش، ما فيش بروتينات في الانتستاينال ميكوزا تبقى اتروفايد، لان العادي سيادتك محتاجه فيتامينات عشان الميكوزا تبقى انتكت وتعرف تهضم الاكل. يبقى ثلاثه بحرف الان. ايه الثلاثه اللي بحرف الان؟ الانفكشن، الانزيمز، الان تستاينال ميكوزا اتروفايد. كده بقي لي ثلاث حاجات، تغيرات الجلد وتغيرات الشعر. تعال نتكلم على تغيرات الشعر، بعد كده تعال نتكلم على تغيرات الجلد. ايه تغيرات الشعر؟ الشعر بيفقد بريقه ولمعانه، بيفقد بريقه ولمعانه، loss of its luster. يفقد بريقه ولمعانه، easily detachable. easily detachable. تعرف ان عند حضرتك لما جيهم بصوا تحت الميكروسكوب لقوا الشعرايه بالمنظر ده كده؟ حتت عند سيادتك لونها اسود، تعرف
تحت الميكروسكوب حتة دارك دي واكلة كويس، وحتة عند سيادتك لونها بيل ما بتاكلش كويس، حتة عند سيادتك لونها دارك بتاكل كويس، وحتة عند سيادتك لونها بيل ما بتاكلش كويس، حتة عند سيادتك بتاكل كويس لونها دارك، وحتة عند سيادتك لونها بيل ما بتاكلش كويس. يا ابني انت مش بتتكلم على حاجة اسمها بروتين ديفيشنت، يعني في بروتين بنسبة ايه؟ قليلة، في بروتين بنسبة ايه؟ قليلة، في بروتين بنسبة ايه؟ قليلة. فالحتت اللي تاكل بروتين تلاقيها لونها غامق، واظن الناس كلها تعرف كل ما يكون لون الجلد اغمق او كل ما يكون لون الشعر اغمق كل ما يكون احسن. انت لما بيطلع لك عندك شعرايه بيضاء في دقنك ولا شعرايه بيضاء في سيادتك في شعرك تفضل يا لهوي ده انا يا عم ده انا كبرت، انا عجزت، يا دي الحزن اللي احنا فيه، يا دي الزفت اللي احنا فيه، يا دي الزفوت اللي احنا فيه، السكيمه اللي انت مبسوط بيها يعني. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك حتت غامقه وحتت فاتحه، حتت غامقه وحتت فاتحه تحت الميكروسكوب. الحتت الغامقه الدارك زون دي جود نيوتريشن، والحتت البيل دي بور نيوتريشن. فسموا الشعرايه دي بقت عامله زي العالم، يعني عامله زي العالم، حتت غامقه حتت فاتحه فسموها فلاج، حتت غامقه حتت فاتحه فسموها فلاج ساين، سموها فلاج ساين. ممكن تعملي دايره حوالين كلمه الواد عند سيادتك عنده ريد هير، يعني ريد هير بقى ممكن تلاقي شعره مثلا رصاصي، شعره مبيض، شعره سيادتك محمر، علمني على ريد هير دي. واحد يقول طب تحت الميكروسكوب، انت لما تيجي تحت الميكروسكوب تلاقي لون غامق لون فاتح، لون غامق لون فاتح، لون غامق لون فاتح، الحتت الغامقه دارك زون جود نيوتريشن، الحتت البيل دي سيادتك بور نيوتريشن، اسمه بروتين ديفيشنت، يعني حتت بتاكل كويس وحتت ما بتاكلش، ان البروتين موجود بس النسبه قليله، فالحتت اللي وصلها بروتين الدنيا كويسه، الحتت اللي مش وصلها بروتين دي بنسبه ضعيفه. يقول لك زي ما يكون سيادتك الجلد عند او الشعر سيادتك واخد لون او لون لا، واخد لون او لون لا، فسموا سيادتك الوقت شعره عامل زي العالم فسموها فلاج ساين، حته غامقه حته فاتحه حته غامقه حته فاتحه حته غامقه حته فاتحه، بيسموها عند سيادتك حاجه اسمها ايه فلاج ساين زي العالم. ارسم الرسمه دي. تعرف ان الشعر مهم، كتب كده الشعر مهم للست طبعا، وللاسف هنا الشعر طار، الشعر وقع. ايه الشعر المهم للست ده؟ ايه الشعر المهم للست ده؟ حرف الاس سلفر كونتيننج امينو اسيد. ممكن البنات تكون عارفه الكلام ده، البنات عارفه في حاجه اسمها السايول جروب او حاجه اسمها اس اتش جروب، عشان خاطر يكون عند سيادتك شعر يكون كويس يبتدي يحط شامبوهات او كريمات تحتوي على حاجه اسمها اس اتش جروب. اذا كان الطفل ده ما بياكلش امينو اسيد، اذا الامينو اسيد اللي تحتوي على اس اتش جروب اللي انا عايزها للشعر مش موجوده، الشعر ده مهم للست، يبقى ناقص عند ستك حاجه اسمها السلفر كونتيننج امينو اسيد. الشعر طار تيروزين، الشعر طار تيروزين تيروزين. ومين هو التيروزين؟ اكتب اللي داخل في تصنيع الميلانين، اللي داخل في تصنيع الميلانين. فهمت ليه ان ممكن يكون شعره محمر؟ فهمت ليه ان عند سيادتك ان ممكن يكون شعره مبيض، شعره لونه جراي شويه؟ لان مفيش ميلانين. مين الميلانين؟ اللي هو التيروزين. مين التيروزين؟ اللي هو البروتين. مين البروتين؟ اللي هو الكواشنكور بروتين ديفيشنت. اقعدوا لي يا اخي الكلام صعب قوي، صعب قوي. الطفل الاحمر الريد بيبي بيظهر عن 6 شهور، ماشي، يعني ايه الحاجات؟ اكوا شكور، طفل مقمور راح يلعب جيم وعمل صفحه على الفيس عشان عنده ماسل ويستنج، جروس ريتارديشن، اديما، منتال، قطع لسانك، تشينجز وماسل ويستنج. انت لما تبدا بالمخ او التغير بعد كده عضلاتك يا نجم. المخ عند سيادتك يقول لحضرتك منتال تشينجز اباسي ولوسو في الريست، عضلاته السن اتروفايد، ماسل على الفات تبقى قليله، الجروس الليتس از ليست افكتد، والويت مي بي ماسكت باي الايديما. والايديما بحرف الدي، بحرف الدي، بحرف الدي، تظهر في التورزن وفي الهاند والفوت. ليه في ميه؟ لان لما الضغط قل زاد هرمون الاندستيرون، الاندروت هرمون، رجعوا الميه تاني في الدم، ولما رجعوا الميه تاني في الدم بيقول لسيادتك البلاد فيزلز والدم ماشي فيها والميه ماشيه فيها ضعيفه، الكابيلاريز هربت في التشوز.
كلمة شهد يعني ايه كلمة شهد ايه؟ يلا يا نجم يلا يا نجم يلا يا نجم يلا يا نجم. كلمة شهد ايه فكرت بالجي اي تي، الجي اي تي نوزيا فوميتنج دايريا بدون البين بسبب الانفكشن، الانتستن ضعفان اصلا ما فيش فيتامينات عشان خاطر تظبط لها الابيسيليوم والميكوزا والانزيمات، ما فيش انزيمات ما فيش هضم لان ما فيش بروتينات. deficiency في الانزيمز، deficiency في الفيتامينات، deficient بحرف دي deficient في الفيتامينات، لا يوجد فيتامينات لانه ما بياكلش بروتينات. الانيميات انواع الانيميات ثلاثه، ايه انواع الانيميات ثلاثه؟ مايكروسيتيك يا نورموسيتيك يا ماكروسيتيك. الموست كومن هنا في الاطفال نورموسيتيك لانه ما بياكلش بروتين، بروتين deficiency. ثم بعد كده عندك سكين وهير و هيباتيك، سكين وهير وهيباتيك. تعال نتكلم على سيادتك على الشعر، اكتب كده الشعر احمر، اكتب الشعر احمر. هقول لك مش انت بتقول لي هو غامق يا ابني اعقل بقى. هو اولا يفقد بريق ولا معان، لوس اوف اتس لاستر اند ايزلي ديتاتشبل، ممكن نتيجه نقص الميلانين تلاقي لون شعره مغير، حتت محمره، حتت رصاصي، حتت سيادتك فاتحه، حتت غامقه. هما اللي لما جيهم ما لهمش علاقه باللون، لما جيهم يشوفوا الكلام ده تحت الميكروسكوب لو حتت غامقه وحتت فاتحه، حتت غامقه وصل لها بروتين وحتت فاتحه سيادتك مش وصل لها بروتين، بروتين ديفيشن. فسموا الموضوع ده عامل زي سيادتك على العالم فسموه فلاج ساين. الشعر ده مهم للست، حرف الاس سلفر كونتيننج امينو اسيد. الشعر طار تايروزين، تايروزين. البنات ممكن تكون عارفه ان في كريمات للشعر او في شامبوهات للشعر يحتوي عند سيادتك على السلفر كونتيننج امينو اسيد، امينو اسيد تحتوي على السلفر مغذيه للشعر. طب اكتب كده ان الشعر احمر واعمل دايره حوالين كلمه ريد هير. ليه شعر محمر؟ شعره سيادتك واخد الوان كتيره لان الفكره كلها عند سيادتك ما عندوش بروتينات، ما فيش بروتين، ما فيش تايروزين اللي داخل في تصنيع الميلانين. اذا كان ما فيش ميلانين لون الشعر يكون صبغته مختلفه، لون الصبغه او لون شدتك شعر يكون مختلفه. اكتب الجلد، اكتب كده من طفل جلده محمر عشان متسلخ في منطقه البامبرز، في منطقه البام بارس بسبب اهمال الام. الطفل جلده محمر عشان متسلخ بسبب اهمال الام. دي واحده سيادتك نيجليكانت. يعني ايه نيجليكانس؟ منفضه لابنها. طيب ايه يعني منفضه لابنها؟ انت هتهزر؟ اذا منطقه البامبرز دايما فيها اليورين والستول ده القرف ده، سيبك من كده. ايه اللي يحصل؟ اولا دي منطقه البومبرز اكسبوزد للشمس، تقع يعني تقع يعني هقع يعني هقع يعني لا يعني سيادتك الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك سيادتك منطقه البومبرز، منطقه البومبرز عند سيادتك بيسموها عند سيادتك النون اكسبوزد للشمس الغير معرضه للشمس. ايه منطقه البومبرز؟ منطقه البرينيوم، منطقة اللي عند سيادتك اللي عند الانال، منطقة الانجوينال، منطقة البوتوكس سيادتك اللي هو بتاعت سيادتك اللي هو المقعد من ورا. الفكرة كلها الموضوع بالنسبة لك دي منطقة البامبرز. حلو الكلام، عارف ايه اللي يحصل؟ بص، أولا سيادتك الجلد يغمق. يعني الجلد يغمق؟ هايبر بيجمنتيشن. ليه الجلد يغمق؟ اكتب بسبب الانفكشن. الانفكشن يجي لان المنطقه دي دايما مبلوله فيها يورين وسبول، اذا الانفكشن يضغط فيها فتلاقي الجلد لونه غامق، داركنس اند هايبر بيجمنتيشن. طب وبعدين؟ تقلب بعد كده دي بيجمنتيشن وديسكويميشن. بص، الانفكشن هياكل في الجلد وهي قشر. تاني، الانفكشن هياكل في الجلد وهي قشر. تقلب بعد كده دي بيجمنتيشن اند ديسكويميشن، الجلد هيوقع. خد بالك الكلام صعب يا النيله. يعني يا الله الشعر بيحمر يفقد بريق ولا معالم easily detachable and loss of its luster. حتة غامقة، حتة فاتحة، حتة غامقة، حتة فاتحة، حتة غامقة، حتة فاتحة.
تتعمل زي العالم بيسموها فلاج ساين. الشعر ده يا دكتور، الشعر ده يا دكتور مهم للست. سلفر كونتيننج امينو اسيد، الاطفال ما بتاكلش بروتينات، ما بتاكلش امينو اسيد فيها سيادة تحتوي على السلفر جروب. ثم حرف التي، شعر طار، تايروزين، تايروزين. مين هو التايروزين؟ بروتين بيكون ميلانين. اذا كان ما فيش ميلانين لون سيادتك شعره يتغير، من ضمن الالوان سيادتك اللي ممكن تكون شعره فيها سيادتك اللي هو سيادتك شعره محمر بيسموه الطفل الاحمر في غانا. طب والجلد؟ الطفل جلده متسلخ، اكتب كلمه الطفل جلده متسلخ، الطفل جلده محمر، 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 ادي شعره احمر وجلده احمر، ده سؤال سالفه نفسي. ليه العيال دي محمره؟ جلدها احمر وشعرها محمر. طب ليه هنا سيادتك اللي هو سيادتك جلدها محمر؟ لان العيال دي متسلخه خصوصا في منطقه البامبرز الغير معرضه للشمس، الغير معرضه للشمس. بسبب اهمال الام، لان دايما في حوالين سيادتك اللي هو المنطقه دي البامبرز مش بيتغير له، فواضح ان الكلام ده عن سيادتك يبتدي يظهر انفكشن. الانفكشن اكتب الهايبر بيجمنتيشن والداركنس بسبب الانفكشن. الانفكشن لو جه على الجلد يفضل الجلد يغمق، الجلد يغمق، الجلد يغمق، الجلد يغمق، الجلد يغمق، هايبر بيجمنتيشن وداركنس. بعد كده اكتب ان الانفكشن هياكل في الجلد، لما ياكل في الجلد الجلد يبتدي يقشر ويبتدي يقع، الجلد يبتدي يقشر ويبتدي يقع، الجلد يبتدي يقشر ويبتدي يقع، يحصل ايه بقى؟ يحصل عن سيادتك ديسكويميشن وديبيجمنتيشن. تعرف ان التقشير ده بالانجليزي اسمه فلاك ساين؟ اكتب على كلمة فلاك يعني يقشر او يتساقط. كلمة فلاك بالانجليزي، كلمة فلاكينج ساين، فلاكينج ساين يعني تقشر، بيتقشر، بيتقشر، بيقشر، يقشر، يقشر، بيقشر، يقشر، يقول لسيادتك بيقشر يا بتتاكل يا بيتاكل، بيقشر يا بيتاكل. طبعا يجي لك في الامتحان مين فيهم فلاج ومين فيهم فلاك. الشعر عامل زي الجلد، الشعر عامل زي الجلد، في علامة هنا وفي علامة هنا. شعرك زي العلم اسمه فلاج، جلده يقشر اسمه فلاك. لو حد حفظه ضعيف، السكين فيها حرف كي، السكين فيها حرف كي، فلاك ساين، السكين فيها حرف كي، فلاك ساين، فلاك ساين، فلاك ساين، السكين فيها حرف كي، فلاك ساين، فلاك ساين، فلاك ساين. تمام يا جماعه ولا ايه؟ الشعر ده مهم للست. سلفر كونتيننج امينو اسيد، الشعر طار، تيروزين، مفيش تيروزين، مفيش ميلانين لانه ما بياكلش بروتين. خلصت يا عم. طب والجلد؟ الجلد متسلخ محمر. اول حاجه سيادتك يبتدي سيادتك الانفكشن يجي عليه، يبتدي الجلد يغمق من انفكشن داركنس وهايبر بيجمنتيشن فولود باي ديسكويميشن اند دي بيجمنتيشن، لان الجلد بيتقشر. تقشير الجلد اسمها فلاك بالكي، اعمل دايره حوالين حرف الكي، سكين حرف الكي فلاك. بتجي بص بقى على المنظر ده، ده ايه؟ يقول لك الجلد لونه احمر متسلخ، ابتدى يسود شويه، جه عليه انفكشن ابتدى يقلب بصديد، جه عليه انفكشن ابتدى يقلب بصديد. يقول لك زي ما يكون الجلد واخد اكتر من لون، قال لك زي ما يكون الجلد واخد اكتر من لون، فزي ما يكون الجلد مدهون. يعني ايه الجلد مدهون؟ بنت ديرماتوز. زي ما يكون الجلد مدهون اسمها ايه؟ بنت ديرماتوز. او بيقول لي سيادتك الناس اللي بتسافر بره بتلاقي الرصيف واخد اكتر من لون، فسموه عامل زي الرصيف المجنون بتاع الدول الاجنبيه، الرصيف المجنون بتاع الدول الاجنبيه بيسموها كريزي بيفمنت، كريزي بيفمنت. بعد لك الرصيف المجنون في الدول الاجنبيه، يا ابني احنا اخرنا نروح جمصه، اخرنا نروح اسماعيليه، اللهم لا ترد، زي الفل، الحمد لله احنا راضيين بقدرنا. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك، بيقول لك في اوروبا والدول المتقدمه بيدهنوا الرصيف اكتر من لون، فسموه عامل زي الرصيف المجنون، فسموه كريزي بيفمنت. وليه جلده واخد اكتر من لون؟ اولا جلده متسلخ، يجي عليه انفكشن يغمق، يبتدي يطلع صديد، زي ما يكون جلده واخد اكتر من لون، بيت درماتوزس، زي ما يكون عند سيادتك واخد اكتر من لون، عامل زي الرصيف المجنون بيسموه كريزي بيفمنت. او اكتب كده عند كلمه كوبل ستون، اكتب كده جلده ملزق ومحبب من الصديد اللي موجود من الانفكشن. اذا كان الجلد بتاعه ملزق، ملزق ومحبب، اللي جه يمسك الكلام ده يقول لك عامل زي الحبيبات، فسموه كوبل ستون، سموه كوبل ستون، سموه كوبل ستون. اخر مره، يلا اخر مره، اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. ثلاث سؤالين، اولين الواد ده، الواد ده
شعره محمر ولونه جراي مش عارف ايه، تحت الميكروسكوب حته اتغمى حته اتفتح حته اتغمى حته اتفتح. ارسم الرسمه دي بالله عليك زي ما بكون عند سيادتك بقول لك شعره زي العالم اسمه فلاج ساين، الشعر المهم للست سلفر كونتيننج امينو اسيد والشعر طار طار روزين تايروزين اللي هو بتاع الملاهي. خلصت؟ خلصت. جلد وسكن، ايه السكن ده؟ اولا سيادتك الانفكشن يجي عليه يبتدي يدخل في داركنس اند هايبر بيجمنتيشن، داركنس اند هايبر بيجمنتيشن، بعد كده الجلد يتاكل دي بيجمنتيشن عند كلمه دي سكويميشن يبتدي يتاكل ويبتدي يقشر. التقشير الجلد، التقشير او الجلد لما بيتساقط اسمه فلاك بحرف الكي، ده بتاع السكن بحرف الكي، دي غير منطقه غير منطقه المعرضه للشمس يعني منطقه البامبرز اللي هي بيسموها نان اكسبوزد اريا للصن. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الجلد يعمل بالمنظر ده كده؟ لازم تعرف اهم فيتامين للجلد فيتامين A، ممكن برضو تكون البنات عارفين الكلام ده، اهم فيتامين للجلد فيتامين A، نقص النيكوتينيك اسيد. ايه نقص النيكوتينيك اسيد ده؟ مش انا يا ابن الحلال قلت لك فيتامين بي 3 يعمل باللبره؟ اكتب يا عم جنبه باللبره يا عم. مش انا قلت لك الباللبره يعمل دايارية وديمنشيا وديرماتيتس؟ مش انا قلت لك عن سيادتك يقول لي سيادتك يعمل في الجلد دايارية وديمنشيا وديرماتيتس، يعمل في الجلد دايارية وديمنشيا وديرماتيتس، يعمل في الجلد دايارية وديمنشيا وديرماتيتس. اذا الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك يقول لحضرتك دايارية وديمنشيا وديرماتيتس، دايارية وديمنشيا وديرماتيتس، اديك ديرماتيتس على الجلد، ناقص النيكوتينيك اسيد، ناقص الياسين، اكتب فيتامين بي 3. يبقى انا عايز مين اهم فيتامين اللي ممكن يكون قليل؟ فيتامين A. يبقى نقص فيتامين A لان الفيتامينات بروتينات. اذا كنت انت هاني بتقولي كلمه شهد الاس سكن والاتش هير اللي هي انيميا والاتش هيباتيك وحرف دي ديفيشن في الفيتامينات، اذا كان مفيش فيتامين A الجلد يلتهب، الميكوزا او السكن يحصل فيه اطروفي. نقص النيكوتينيك اسيد امينو اسيد لانه كان بيعمل باللبره الدايريه والديمنشا والدرماتيتس، ادي درماتيتس على الجلد. وحط معاهم الزنك. ايه الزنك ده؟ مرض الزنك يعمل مرض اسمه او نقص الزنك يعمل مرض اسمه اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا. اكتب اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا، التهاب اطراف الجي اي تي اللي هما الاورال والانال كانال. من ضمن الحاجات دي اللي ممكن تاثر على الجلد اللي عندي لو ما بتاكلش فيتامينات وما بتاكلش مينرالز، وخصوصا عند سيادتك لو مينرال اسمه الزنك. اشمعنى الزنك؟ نقص الزنك يعمل التهاب في حوالين البق وحواليه والتهاب حوالين الانا الكنال، التهاب حوالين الانا الكنال، حوالين الانا الكنال وحوالين البق، ده اسمه اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا. اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا. ايه اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا؟ نزل قبل كده في الامتحان قال لحضرتك واد بقه وحواليه انفلاميشن، الاورال الاورال بتاعه الماوس عنده حواليه انفلاميشن، وقال لك الانا الكنال بتاعته فيها التهابات، قال لك المرض ده اسمه ايه؟ اسمه اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا. اسمه ايه؟ اسمه اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا. اسمه ايه؟ اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا. قال لك بسبب نقص مين؟ ونقص الزنك. اذا في ثلاث حاجات ممكن يتعبوا الجلد، واحد يقول لك طب والباقي؟ يا حبيبي انا عايز اعرف الكلمتين دول، كده انا بقيت واحده نقطه واحده وخلصت. كده بقى ايه نقطة واحدة وخلصت، هقول تاني. الشعر المهم للست اس سلفر كونتيننج امينو اسيد، سلفر كونتيننج امينو اسيد وحرف التي تايروزين. ايه الحاجات للجلد؟ سهلة دي، فيتامين A، فيتامين A، فيتامين بي 3 اللي هو سيادتك النيكوتينيك اسيد، النيكوتينيك اسيد ونقص الزنك، نقص الزنك، ليه نقص الزنك؟ أولا فيتامين A ده مهم للجلد، للسكن. نقص الفيتامين بي 3 لان مرضه يعمل باللبره دايريا وديمنشيا ودرماتيتس، ونقص الزنك كمان يعمل حاجه اسمها اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا، اطراف الاورال كافيتي والانال كانال ملتهبه. ادي الدرماتيتس اكرو درماتيتس انتيرو باسيكا يقصد بيها اطراف فيها التهاب، اطراف الانتيرو، اطراف الجي اي تي، الاورال والانال كانال. اخر حاجه خالص هخلصها باذن الله وانا كده خلصت، الليفر بيسموها حاجه اسمها هيباتوميجالي.
الليفر عندي حاجة اسمها هيبات وميجالين. ممكن بس تكتب كده عند سيادتك على الليفر، في عندك في الأسباب عندك حاجة اسمها لايبوتروبيك فاكتور، عندك في الأسباب لايبوتروبيك فاكتور، دي آخر حاجة أقولها، عندك في الأسباب حاجة اسمها لايبوتروبيك فاكتور. اكتب كده بروتينات بتسيح الدهون، اكتب لايبوتروبيك فاكتور، بروتينات بتسيح الدهون، بروتينات بتسيح الدهون، بروتينات بتسيح الدهون. ممكن نركز كده بقى معايا، ممكن نركز، ركز الله يرضى عنك. خلي الليفر، مشكلة مريض الكواش ما بياكلش بروتين، طالما ما بياكلش بروتين لا يوجد لايبوتروبيك فاكتور، وطالما لا يوجد لايبوتروبيك فاكتور اذا ما فيش حاجه هتسيح الدهون. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ خلي بالك ان سيادتك الطفل ده بياكل كل حاجه ما عدا اكله للبروتين بنسبه قليله، الطفل ده بياكل كل حاجه ما عدا اكله للبروتين بنسبه قليله، الطفل ده بياكل كل حاجه ما عدا اكله للبروتين بنسبه قليله. تعرف ان عند سيادتك يقول لحضرتك الطفل لما يجي ياكل فات، يجي الفات يبتدي يترسب على الكبد، يجي الفات يبتدي يترسب على الكبد. واحد يقول لك ليه؟ اولا هو بياكل فات، صح، اولا هو بياكل فات، صح، طالما هو بياكل فات اذا كميه الفات اللي على الكبد عاليه. واحد يقول لك هو ليه بياكل فات؟ يا نيله يا ابني، هو بياكل كالوريز، بياكل كل حاجه ما عدا اكله للبروتين بنسبه قليله، اذا من ضمن الحاجات اللي بياكلها الفات، وطالما الفات موجود اذا لو الفات راح على الكبد مش هيعرف يتسيح. ليه مش هيعرف يتسيح؟ لان مفيش بروتينات اسمها لايبوتروبيك فاكتور، مفيش بروتينات اسمها لايبوتروبيك فاكتور. حلو قوي. ايه اللي انت عايز بعد كده؟ الجزء اللي بعديه يبتدي الفات يركب على الليفر، يبتدي عند ذاتك يكون فالبابو الليفر نتيجه فاتي انفلتريشن، فاتي انفلتريشن. طب وبعدين؟ at the onset of the therapy، في بدايه في بدايه العلاج، مع بدايه العلاج، at the onset of the therapy، ايه اللي يحصل؟ الليفر عاوز يرجع لطبيعته، طالما الليفر عايز يرجع لطبيعته، بص معايا بس كده، بص معايا كده، يبتدي سيادتك الليفر يخزن جلايكوجين، يبتدي الليفر يخزن جلايكوجين، يبتدي الليفر يخزن جلايكوجين، يبتدي الليفر يخزن جلايكوجين، يبتدي الليفر يخزن جلايكوجين. فزي ما يكون الكبد هنا كبر مرتين. أول مرة بسبب إن الفات عليه، إنه بياكل فات، ولا يوجد لايبوتروبيك فاكتور تسيح الدهون بروتينات دي. فبيقول لي سيادتك في بلبة والليفر بسبب فاتي انفلتريشن. مع بداية العلاج الليفر ابتدى يتصنع، ابتدى يصنع وابتدى يخزن جلايكوجين، فتلاقي يحصل اكيوموليشن اوف الجلايكوجين على الكبد. ايه اللي بيحصل معايا؟ كده سيادتك في ليفر عليه فات وكده شوية جلايكوجين، انه خلاص انا ابتديت اعالجه وابتدى الانزيمات تتصنع وابتدى يخزن جلايكوجين. تعرف ان عند حضرتك لما تتكون عند سيادتك اللايبوتروبيك فاكتور دي، تبتدي عند سيادتك الدهون دي تتسيح 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 تتسيح، يرجع الليفر لطبيعته اللي هو اصلا بيخزن جلايكوجين اصلا. سبب الموضوع ده ان هو بيكون ريفرسابل، والمرض ده اكيوت نو سيروزس. سبب الموضوع اسمه نيوتريشنال ريكفري فيز او نيوتريشنال ريكفري سندروم. ايه نيوتريشن ريكفري فيز؟ ايه نيوتريشن ريكفري فيز؟ هقول تاني ايه نيوتريشن ريكفري فيز؟ ايه نيوتريشنال ريكفري فيز؟ ادي الجزء عند سيادتك بتاع الليفر، الليفر عند سيادتك ابتدى عند سيادتك، والواد بياكل فات، فكميه الدهون عند سيادتك على الكبد ممكن تترسب على الكبد. طب هي لو ترسبت على الكبد، الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك يقول لي سيادتك كده ما فيش حاجات تسيح الدهون، يعني مفيش حاجات تسيح الدهون، مفيش لايبوتروبيك فاكتور. اتس اونست اوف سيسرابي، مع بدايه العلاج الليفر ابتدى يرجع لطبيعته، لو الليفر ابتدى يرجع لطبيعته ابتدى يخزن جلايكوجين، هو كمان ابتدى يخزن جلايكوجين، ابتدى يخزن جلايكوجين، بس الطبيعي ان الجلايكوجين اصلا يتخزن. يعني هو الليفر ابتدى يرجع لطبيعته فابتدى يخزن جلايكوجين. وانت بتدي العلاج هيبتدي يتكون اللايبوتروبيك فاكتورز، فتلاقي الحاجات دي تبتدي تسيح الدهون، 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 والجلايكوجين يرجع مكانه داخل الكبد، والجلايكوجين يرجع مكانه داخل الكبد، وده المطلوب اثباته. الموضوع ريفرسابل،
الموضوع ما فيش تليف كبد نو سيروزس، ما فيش تليف كبد نو سيروزس. اذا الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك لسيادتك بيسموها نيوتريشنال ريكفري فيز، بيسموها نيوتريشنال ريكفري فيز، بيسموها نيوتريشنال ريكفري فيز. واحد اللي بس انا مش فاهم، حاضر ايه ده؟ ادي سيادتك الجزء بتاع الليفر، الطفل ده بياكل كل حاجه بس اكله البروتين بنسبه قليله صح؟ فطالما سيادتك بياكل كل حاجه اكله بروتين بنسبه قليله، ففي كميه فات تبتدي تركب على الكبد. طالما في كميه فات تبتدي تركب على الكبد، اذا يكون في انلارجمنت. انلارجمنت فين؟ في الليفر، هيباتوميجالي، لان عليه دهون. ليه عليه دهون؟ لان مفيش حاجه تسيح الدهون. ايه الحاجات اللي بتسيح الدهون؟ الحاجات اللي بتسيح الدهون بيسموها ايه؟ لايبوتروبيك فاكتور. لايبوتروبيك فاكتور، اذا كان مفيش حاجات بتسيح الدهون، اذا الفات يركب على الليفر، كده الليفر كبير شويه. بيقول لك ممكن مع بدايه العلاج، مع بدايه العلاج هتزود ستوبزاسرابي، الليفر ابتدى خلاص يرجع انزيماته تاني. طب ابتدى يرجع انزيماته تاني، كده سيادتك ممكن ابتدى عند سيادتك يخزن جلايكوجين معاه، لان ده الطبيعي اصلا ان الليفر يخزن جلايكوجين. كل ما انت بتدي العلاج، كل ما انت بتدي العلاج، كل ما انت بتدي العلاج، يبتدي يتكون اللايبوتروبيك فاكتور، يبتدي يتكون اللايبوتروبيك فاكتور، يبتدي يتكون اللايبوتروبيك فاكتور، لغايه ما عند سيادتك يقول لسيادتك تسيح الدهون. ولما تسيح الدهون يقول لسيادتك الجلايكوجين يدخل داخل الكبد، وده المطلوب اثباته، ان الجلايكوجين يتخزن داخل الكبد. زي ما يكون الليفر هنا بيكبر كام مره؟ مرتين. اول مره عشان الفات عليه كتير، وتاني مره مع بدايه العلاج، لان الجلايكوجين جاي عشان يتخزن، لان ده مكانه الطبيعي. عشان كده بيقول لك لما تيجي تدي حاجات بيسموها سيادتك اللي هو العلاج، يتكون اللايبوتروبيك فاكتور، الدهون تتسيح. طب لما الدهون تسيح الجلايكوجين يدخل جوه الكبد، اذا الكبد يرجع نورمال، وده الطبيعي لان الجلايكوجين بيتخزن داخل الكبد. هذا ما يسمى اسمه نيوتريشنال ريكفري فيز. الموضوع بيكون ريفرسابل، الموضوع بيكون ريفرسابل اند نو سيروزس، الموضوع بيكون ريفرسابل اند نو سيروزس، الموضوع بيكون ريفرسابل اند نو سيروزس، الموضوع بيكون ريفرسابل اند نو سيروزس. مفهوم الكلام ده كده؟ ده بسبب نقصان اللايبوتروبيك فاكتور. الفات كتير لان الطفل بياكل فات، مفيش حاجه تسيح الدهون، وانت بتدي العلاج هيجي الجلايكوجين هيقول لك ده مكان الطبيعي، فممكن الليفر يكبر سيكا، لان بدل ما يكون عليه بقى فات، بقى عليه فات وجلايكوجين. يفضل يدي العلاج، يدي العلاج، يدي العلاج، تتكون الحاجات اللي بتسيح الدهون، الدهون كلها تسيح، الجلايكوجين يدخل، الحاجه ترجع ريفرسبل. ده اسمه نيوتريشنال ريكفري، يعني مع بدايه النيوتريشن الحاجه رجعت لمكانها، الحاجه رجعت لمكانها، الموضوع بيكون ريفرسبل اند نو